وللمزيد حول جهود مصر الدائمة تجاه القضية الفلسطينية انضم إلينا الأستاذ محمد علي حسن، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية. يعني سيد محمد، بعد التحية، مصر ومنذ اندلاع الحرب على غزة وذلك في 7 أكتوبر الماضي وهي بتواصل جهود مستمرة لوقف التصعيد والوقف الفوري أيضا لإطلاق النار، بالإضافة إلى مختلف الطرق الدبلوماسية التي خاضتها مصر من أجل العمل على إجبار المجتمع الدولي على أن يكون له كلمة على أرض الواقع وتفعيل هذا الدور على أرض الواقع. قراءتك لهذا الدور المصري المستمر دائما تجاه القضية الفلسطينية؟ في البداية أن مصر كانت وستظل الدعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وهي الدولة الأكثر دراية بالملف الفلسطيني والقادرة على القيام بدور فاعل تجاه هذه القضية. بالحديث عن الجهود المصرية منذ 7 أكتوبر من العام 2023، هناك مواقف مشرفة للغاية من قبل مصر تجاه القضية الفلسطينية، بداية من إعلان الدولة المصرية موقفها الراسخ والرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، رفضا لتصفية القضية الفلسطينية، وأيضا بذلت الدولة المصرية وكل المؤسسات المعنية بها جهودا قوية للغاية من أجل وقف إطلاق النار، وهذا ما لمسناه في المساعي المصرية خلال الأشهر الماضية لتجنب المزيد من العنف وحقن الدماء للمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون في الحقيقة الثمن خلال هذه المواجهات العسكرية، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية في موقف مشرف أثنت عليه جميع دول العالم. دعينا نقول أن كم المساعدات التي قدمت من العالم في مقابل المساعدات المصرية وصلت إلى 80% من المساعدات التي دخلت من معبر رفح إلى الأشقاء في الجانب الفلسطيني في قطاع غزة. نعم. طبعا بالنسبة للجانب الدبلوماسي أو المحور الدبلوماسي، مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي تابعنا منذ اليوم الأول لهذه الحرب كم الاتصالات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة، واتصالاته أيضا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، والاتصالات المتبادلة بزعماء دول العالم، والتي أكد فيها على حقوق الشعب الفلسطيني و وجوب اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقديم المساعدات لهم ووقف إطلاق النار. بدأنا بمؤتمر القاهرة للسلام الذي أثنى عليه جميع المشاركين من الزعماء الذين شاركوا سواء من الدول العربية أو الدول الغربية، وكان بداية تحرك حقيقية دبلوماسيا في الدول العالم التي اتخذت إجراءات أخرى، وكان آخرها بكل فخر وبكل قوة الدعوة المصرية والإعلان الرسمي المصري لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. نستطيع أن نقول أن هذه الخطوة التاريخية والمشرفة تمثل إضافة نوعية وضغط قانوني متزايد يضاف لسجل حافل من الجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية ورؤيتها. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد علي حسن، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.